نظرة دونالد ترامب وكامالا هاريس التي أذيعت على الهواء وشغلت الملايين قبل ساعات داخل وخارج الولايات المتحدة يبدو أن موسكو لم تعرها اهتماما واسعا. الخارجية الروسية قللت من أهميتها وشبهتها بالنزال الذي حدث على متن سفينة تايتانيك قبل غرقها. المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إنه من الجنون أن تستمع لشخصين يناقشان كيف سيعاقبان العالم كله، مستهجنة الاهتمام بالمناظرة بين أشخاص لا يتحملون أي مسؤولية عن كلماتهم بحسب وصفها. سفينة تايتانيك القوية دار على متنها نزال بين مصارعين مشهورين، وبعد أن انتهى بدأ الناس يسألون عن الفائز. بما أن كل هذا حدث في الواقع على متن سفينة تايتانيك، من الذي فاز في رأيكم؟ هل يهم ذلك إذا كانت هناك 15 دقيقة متبقية على الاصطدام بالجبل الجليدي؟ تصريحات زاخاروفا تتزامن وربما تتوافق مع تصريح جدلي لديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، قال فيه إن انهيار الولايات المتحدة في سياق حرب أهلية جديدة هو شيء وشيء.